قضية المهاجرين الأفارقة تتصاعد، فبعد اتهام الأمم المتحدة لتونس بطرد مهاجرين إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر، خرج مسؤولون تونسيون لينفوا الأمر جملة وتفصيلا. وزير الداخلية التونسي أكد أن الادعاءات الأممية لا أساس لها من الصحة، وأن الدولة التونسية تلتزم بكامل مقومات حقوق الإنسان. اتهامات أممية قابلها رد تونسي في وقت انتشرت أنباء بأن عدداً كبيراً من المهاجرين قد لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، فيما تفيد تقارير بأن ثمة مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال ما يزالون محاصرين في ظروف قاسية. أما ليبيا التي تواجه معضلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها نحو أوروبا، فقد نفت مسؤوليتها عن ظاهرة هجرة الأفارقة، مشددة على أنها دولة عبور وليست معنية بمسألة انطلاق المهاجرين، وأن الجانب الأوروبي هو المعني بتحجيم هذه الظاهرة. هذه المعضلة وهذه المشكلة تعني دول المصدر ودول المصب. عليهم يتفقوا ويديروا إجراءات من أجل نقل الناس جوا أو بنقل المشاريع الأوروبية والأضواء الأوروبية والجمال الأوروبي نقله إلى أفريقيا تنتهي هذه المشكلة، ولكن نحن نرى دولة عبور ونحن المتضررين من هذه الظاهرة. وبذلك يصبح ملف الهجرة غير الشرعية بالنسبة لدول شمال إفريقيا وعلى رأسها تونس وليبيا بمثابة الأمر المزعج، لا سيما مع تصاعد حدة الاتهامات الدولية مؤخرا لتونس بالتورط في سوء معاملة هؤلاء، وذلك في وقت تعيش فيه البلاد أزمات متعددة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، أمر ظهر جليا خلال الأسابيع الماضية وعكسته حالة الاحتقان التي شهدتها مدينة صفاقس والتي ترجمت بمواجهة بين السكان والمهاجرين.